طيب زي ما الاهلي عامل شغل الحقيقه زي الفل على الصعيد الكروي، عامل شغل كمان زي الفل على صعيد السباحه. خبر حلو جديد عن النادي الاهلي، توج عمومي سباحه الاهلي بلقب بطوله كاس مصر، وقدمت فرق السباحه في الاهلي عروض قويه جدا، ونجح عمومي رجال الاهلي في الفوز بالمركز الاول بواقع 100 نقطه، متفوقا على هليوبلس اللي حل وصيفا ليه في جدول ترتيب المسابقه بواقع 94 نقطه. كمان نجح لاعبي الاهلي في الاستحواذ على اغلب الجوائز الفرديه، حصل احمد كرم على جائزة أحسن سباح في البطولة بواقع 4 ميداليات ذهبية، وحصل عبد الرحمن سامح على كأس أحسن رقم، فيما فازت سارة سليمان بجائزة أحسن رقم في بطولة الآنسات اللي حصل الأهلي على المركز الثاني فيها. طبعا تفاصيل كثيرة جدا متعلقة بالأداء المشرف والهائل لفرق السباحة الأهلوية المختلفة، تعالوا نتعرف على تفاصيل أكثر من خلال مداخلتنا مع كابتن وائل عزت وهو رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي. كابتن وائل صباح الفل على حضرتك. صباح الفل يا كريم، وصباح الفل عليك يا نهاوند، وصباح الفل على متابعي ومشاهدين قناه النادي الاهلي والبرنامج بتاعكم الجميل. صباح الخير يا فندم. طبعا الف مبروك على الانجازات الجميله، وايه سر التفوق الاهلاوي على كل الاصعده فيما يخص ملف السباحه؟ والله احنا الحمد لله يعني احنا بنكمل مسيره ما سبقونا، النادي الاهلي طول عمره في السباحه نمره واحد. الحمد لله المنظومه في السباحه ماشيه على احسن مستوى، تبدا من قطاع الزراعي، من اول ما بناخد الولد نمشي قطاع المراعي مرورا بقطاع الناشئين لغايه ما نوصل للمراحل العمومي، بنهتم بالسباحين الكبار بتوعنا بيروحوا امريكا بنتابعهم بنديهم دعم، بيبقى عندنا قطاع ناشئين قوي، عندنا سباحين اقوياء، عندنا جهاز فني واداري على اعلى مستوى. الحمد لله بالمنظومه دي بنوصل لاخر نتيجه المشرفه التي تليق بسمعه واسم النادي الاهلي. واضح من النتائج المشرفه دي ان يعني تاثير كورونا ما كانش مسمع قوي عند لعيبه الاهلي وسباحي وسباحات الاهلي، بدليل هذه الجوائز اللي حصلوا عليها والمراكز المتقدمه. لا انا ما سمعتش حضرتك. كنت بقول لحضرتك على وقع وعلى تاثير الفتره اللي فاتت فيروس كورونا، واضح ان هي ما اثرتش بالسلب باي حال من الاحوال. لا والله يا فندم، بص يا كريم، احنا بنشتغل على طول في الفتره بتاعت في حاجه اسمها زوم اونلاين، المدربين بيشتغلوا مع الولاد في البيوت، بنشتغل فيزيكال فيتنس بحيث ان احنا ما نحاولش، احنا كنا بنفتقد بس الميه، اما بالنسبه للاستمراريه في التمرين كنا بنشتغل كله ارضي، فالحمد لله الموضوع ده قبل بلاء حسنا، واحنا وصلنا في الاخر ان احنا نلعب كاس مصر، والحمد لله نحصل على جميع الجوائز المفروض نحصل عليها الحمد لله. يا رب المزيد ان شاء الله في المستقبل القريب. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا كابتن وائل عزت، ميرسي لحضرتك، نورتنا وصباح الفل على حضرتك.